أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح البرد يا دينا. أنت نازلة الصبح يعني بردانة ومتكلفتة أيوة احنا شخصيتين مختلفين تماما. واحنا جايين الصبح هي ما بتبقاش بردانة وأنا ببقى متلجة، يعني أنا بحس بالبرد بشكل كبير جدا. خلونا نصبح على حضراتكم ونستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من القاهرة تحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، ومكملة معانا لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هنلاقي كمان هناك برضو في بعض الكثافات النسبية. نروح عند كوبري الجلاء هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، لكن عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات. نفق الأزهر بيشهد انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر انتظمت الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كمان ظهرت وانتظمت كمان حركة المرور بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وأم طالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد. نروح معاكم لمحافظة الجيزة. خلونا نستعرض من هناك الحالة المرورية، خصوصا أن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية. في شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات نسبية قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة أسيوط. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. وهنكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. من جولتنا في شوارع ومحافظات مصر المختلفة للإطمئنان على الحالة المرورية هطمنكم عن حالة الطقس وجولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون مائل لدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وعلى درجة حرارة هتكون في الغردقة 28، وأقل درجة حرارة في سيوة 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.